الشمس في الصيف. الناس اللي هم رجعوا لونهم الطبيعي يبقى هم نظفوا بشرتهم ببرودكت مظبوط، فيه فيتامين مظبوط، اللي هو فعلا ازال طبقات الجلد المتراكمه اللي هو بنقول عليها البومورت، الجلد الميت. ديت الطبقات ديت المتراكمه على البشره ديت لو اتنضفت صح في الحاله دي هترجع للونها الطبيعي. الناس بقى اللي خلاص اتس اوكي فاين والسمر خلاص فينيشت ورجعوا من غير ما بينضفوا صح، ممكن بينضفوا بس بطريقه غلط، ممكن بينضفوا بالبرودكتس اللي مش مظبوطه. مش كل برودكت بتلاقيه او تي سي موجود كده على الرف انت ممكن تستخدميه، في برودكتس مناسبه لبشرتك وفي برودكتس مش مناسبه. يعني في برودكت انت ممكن طالما وانت بتنضفي بشرتك بتقوم منضفه البشره وشايله الاوساخ من البشره، مش بس بتشيل اوساخ من البشره، لا دي كمان بتشيل لك الدهون بين المسامات، مش بس بتشيل الدهون من المسامات، لا دي بتخلي طبقات الميلانين تنزل تحت تاني. انت متخيله؟ في برودكتس بفيتامينات بتخلي البشره ترجع لرونقها تاني، فتاخد تان زي ما هي عايزه وتعيش وترجع مره تانية.